مؤسسة أنشئت من أجل دعم طاقات جيل الشباب ولتأخذ بيدهم لإطلاق مواهبهم وتمكينهم من مستقبل أفضل ضمن رؤية سياسية تهدف إلى تمكين الشباب العربي وتفعيل دوره لنشر السلام والرخاء في مجتمعاتنا. محبة عطاء مصداقية، التزام معرفة إبداع وتمكين، هي سمات سامية، هي باختصار ما تجسده اليوم لوياك. لوياك هي مؤسسة غير هادفة للربح، أنشئت أو تأسست عام 2002. أنشئتها مجموعة من السيدات الفاضلات المتطوعات ومؤمنين برؤية وهي تتمحور حول تمكين الشباب العربي وتفعيل دوره لنشر السلام والرخاء في مجتمعاته. من منطلق هذه الرؤية تبلورت أيضا المهمة، والمهمة تتلخص في إيجاد فرص مميزة للشباب لإطلاق مواهبهم. لوياك استطاعت بجهود تطوعية ذاتية أن تنتشل الشباب من الفراغ والانحراف إلى عالم المعرفة والتدريب، إلى مكان تصقل فيه المواهب وتعزز فيه الثقة بالنفس، وذلك عبر ما تنشره من أهداف نبيلة. التأهيل المبكر للشباب هذا واحد من الأهداف، التركيز على التطوع بغرض أن التطوع أيضا يدفع الشباب إلى إيجاد ذاتهم. أيضا نحن نولي أهمية خاصة للمسرح وللدور الثقافي الذي ممكن أن تلعبه الثقافة المسرح أو الثقافة والمسرح في حياة الشباب. نسلط الضوء أو نركز على الرياضة، ولذلك أنشأنا أكاديمية لكرة القدم تعتني بالأشبال. الشباب وجد في لوياك اليوم فرصة لإثبات ذاته واستثمار طاقاته بما توفره هذه المؤسسة من أنشطة عديدة في الكويت وخارجها، ليزيد عدد الشباب المنضوين تحت جناحيها عاما بعد عام. يشوف تطور سنويا، يعني 2002 ما كان في ميزانية وكنا 7 سيدات متطوعات، وعدد الطلبة المستفيدين لا يتجاوز 138 طالب وطالبة. اليوم احنا نتكلم عن 2000 في الكويت لحالها. لوياك أصبح لها فرع في لبنان وفي الأردن، وإذا بجمع لوياك لبنان والأردن بيطلع إجمالي المستفيدين 6000 بالسنة أو 7000 بالسنة. الجدير بالذكر أن لوياك التي تم تصنيفها من أفضل 15 مؤسسة في العالم في مجال الابتكار في التعليم، اليوم لا تراوح مكانها، بل طموحها أن تنشر النموذج في كل الوطن العربي. بصمات لوياك أصبحت مشرقة واضحة المعالم بعد مضي أكثر من 11 عاما على التأسيس، والرسالة ما زالت مستمرة في العطاء من أجل الشباب الذين هم اليوم رجاء الأمة ومعقد أمالها وفجرها المرتقب. ديمة دحدان، تلفزيون دولة الكويت.